بعض أئمة المساجد يقولون عند الصفوف إن الله لا ينظر للصف الأعوج، هل في ذلك حديث صحيح؟ حديث إن الله لا ينظر للصف الأعوج ما وجدناه قد التمسناه فلم نجد هذا اللفظ، ولكن الحمد لله حديث صحيح تكفي، فيها حديث صحيح كافية، فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصفوف وإقامة الصف وإخباره بأن تشرك من إقامة الصلاة من تمام الصلاة وتحذيره من الاختلاف في الصفوف كافي، حديث صحيح كافي الحمد لله.